صباح الفل عليكم. وصلنا مدينة بخارى، ثالث مدينة لينا في أوزبكستان. هي المدينة اللي اتولد فيها الإمام البخاري وروي الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله تبقى مدينة جامدة. استنوني إن شاء الله فلوجز جديدة، هحاول أصور لكم على قد ما أقدر المدينة كلها، كل المعالم السياحية اللي موجودة فيها. إن شاء الله تبقى حاجة جامدة. استنوني. الحالتين اللي كنت عارف دولة ابتدينا اول جوله ان شاء الله في مدينه بخارى. هحاول ان شاء الله ان انا طول اليوم اصور لكم الاماكن اللي انا هروحها، وعلى قد ما اقدر اقول لكم اسامي الاماكن الحلوه اللي انا زرتها. وبس ان شاء الله خليكم معايا، هوريكم باذن الله انا بتمشى فين والاماكن اللي انا هزورها. خليكم معايا. You have a drink of it. التوت زي الفل. يس. Alina!
Hello. حاجة من الحاجات اللي منتشرة هنا عموما في أوزبكستان وحاليا هو في بخارى أنا قدامه، فكرة الحمامات العامة. الناس في طقس من الطقوس بتاعتهم ان هم بيروحوا الحمامات عشان يستحموا طبعا، ويتعمل لهم زي جلسات تقشير جلد وحاجات ريفرشمنت كده. فأنا هنا قدام حمام من الحمامات اللي موجودة هناك في مدينة. الحمام هنا معمول اصلا في مكان اثري، يعني انت وانت ماشي ممكن تخش تاخد الشاور المتين بتاعك وتخرج وتكمل الجوله بتاعتك. حبيت بس اوريكم، ويلا بينا نكمل ان شاء الله مع بعض التور في شوارع مدينه اخرى. Thank you. زمنية سحيقة، المدينة كلها تحس انها طراز قديم جدا، او هي فعلا طراز قديم جدا ومحفوظة كلها من اليونسكو كطراز عالمي. المباني كلها معمولة بديزاين اسلامي يدل على الفترة دي كانوا عايشين ازاي. كعادة اوزباكستان كلها اللون الفيروزي طاغي في المباني كلها. دايما هما كانوا بيبنوا زي مدارس بيتعلم فيها الطلبة العلم، عشان كده حتى هتلاقوا ان خرج منهم علماء كتير، علماء دينيين زي الامام البخاري والترمذي. فالمدينة فعلا مدينة عريقة جدا وفعلا جميلة تستحق الزيارة لو جيت اوزباكستان. هنكمل مع بعض باقي الجولة ان شاء الله اوريكم لحد ميعاد القطر بالليل بتاعي اغلب الاماكن اللي انا هروحها، واستنوني ما تقفلوش الفيديو ان شاء الله، لسه اوريكم فيديوهات تانية جديدة وان شاء الله لسه هكمل معاكم اماكن جديدة ونشوفها سوا.
السلام عليكم. دي الأختان اللي بيستخدموها عشان يدقوا العيش للختم بتاع المدينة. كل مدينة ليها الختم الخاص بيها. كده هتلاقوا الأختام شكلها مختلف، كل ختم بيعبر عن مدينة مختلفة. هنا البيت اللي كان عايش فيه الإمام البخاري في مدينة بخارى، أوريكوا شكله. هو هنا عايش اتربى في البيت ده وهو صغير قبل ما ينتشر في أنحاء العالم عشان يجمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هوريكوا شكل البيت من بره، وأحاول جوه أخش برضه أصور لكم عشان تبقوا عشتوا معايا اللحظة والأجواء. يلا بينا. Since Imam Bukhari. His name is them? Okay. It's a Quran, Karim.
It's close, right? This is... Okay. Cities where we meet and work in Al-Bukhari. This is Misr. Khawkhara. Imam Bukhari live it and work it. في اخر الفيديو نقول لابو خارن مع السلامه. خلاص فاضل كام ساعه ان شاء الله ونروح ناخد القطر بتاعنا على مدينه جديده في اوزبكستان وهي مدينه خيوه. مدينه خيوه هي محطتنا اللي جايه بعد ابو خارن ان شاء الله. ان شاء الله زي الفيديوهات اللي فاتت هنحاول نوريكم على قد ما نقدر كل المعالم السياحيه اللي موجوده في مدينه خيوه ونوريكم ان شاء الله كل حاجه احنا هنشوفها هناك. لو اول مره تشوفني او اول مره تتفرج على فيديو ليا ما تنساش تعمل اشتراك للقناة. اشتراكك بيحسس ان انا بعمل حاجة مفيدة وهيساعدني ان شاء الله ان انا اقدر اقدم دايما حاجات يا رب تكون بتعجبكم يا رب تكون بتنبسطوا بيها. ان شاء الله استنوا فيديو جديد واقول لكم دلوقتي مع السلامة وستي تيوند.